إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات حاضرة مع منافسات وتحديات هذه الفترة المسائية لمسيرة منافسات الكبار للحيلي والزمول واندفاعات الثمانية كيلومترات التي تحضر بهذه الشعارات المتواجدة المنطلقة والمتبعثرة على أرضية ميدان التحدي. تحضر هذه الشعارات بألوانها الزاهية بسجلاتها الحافلة بانطلاقاتها المألوفة لدى عشاق هذه الرياضة مع تحديات ومنافسات الكبار والأسماء المثيرة الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن تحقيق المركز الأول. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء مع أول المراكز، بالنداء مع البداية ومع المركز الأول، لنتابع معكم العساس على المركز الأول على الصدارة، يحمل لنا شعار حجن الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي مدهش المضمرين، يقدم لنا هذا الشعار كما أيضا قدم لنا الأسماء الكبيرة الأسماء المميزة، قدم لنا ولايف وقدم لنا حتان ليقدم لنا عساس بحضوره باحثا عن النقطة الثالثة بمسيرة وتواجده مع البداية ومع المركز الأول. عساس الباحث عن صنع الحماس، فأنا سألتموني عن معنى اسم عساس، هو من يعس الأماكن ومن يستطلع ويحدد المواقع التي يتم بها الثبوت والنزول بعد الرحيل وتجديد الأماكن. هذا هو عساس بانطلاقة مع البداية بحضور مع المركز الأول حاملا للواء وشعار هجن الغرافة مع المركز الأول بمتابعة مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني، نتابع برزان الحاضر على المركز الثاني الحاضر بتحديات شعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي الثاني بمتابعة حسن بن محمد الصعاق، من يقدم لنا برزان الحاضر بشعاره المميز أتى ليبارز العساس ليكون من أقوى المنافسين من أقوى الحاضرين بانطلاقة ثاني الأسماء مع تحديات المرتبة الثانية. المركز الثالث القادم مسموح من يحظى بتصريح السموح والعبور نحو المركز الثالث، يحمل لنا شعار هجة الشحانية مع المركز الثالث. تعود الملكية لهج الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية الباحث عن النقطة الرابعة ليبعوا النقطة الخامسة ليهدي عشاق هذا الشعار تحدياته ومنافساته وحضوره في هذه الليلة مع انطلاقة المركز الثالث. يتواجد مسموح المركز الرابع القادم علقم غادم مع تحدي تحديات المركز الرابع، يتواجد ويحمل لنا شعار حجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، من يتابع تحديات علقم، من يقدم لنا علقم على المركز الرابع ليتابع مسيرة بالتحديات، مسيرة بالمنافسات، مسيرة بالانطلاقات. علقم ومعنى مسمى علقم هو نبات الحنظل، عرفت هذه النبتة بشدة المرارة، يعني يا حلو ناموسك يا علقم عند المشاقب وجماهيره، ويا مرة عند المنافسين بهذه الانطلاقات والتحديات مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد لزام على المركز الخامس، يتقدم لزام على خامس الأسماء بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني بمتابعة حمد بن طالب بن عمارة، لكنني أرى المتسلل الحامل للرقم خمسة والقادم مع انطلاقة نحو المركز الخامس يتقدم معير. يا مرحبا بمعير ومرحبا بهذا الشعار، شعار حجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا معير المشاقب كذلك معير، اسم جميل، اسم
تراثي على ما يبدو بأن هذا الاسم عند أيضا البدو هو الفحل اللي يعير من إبل مالكة إلى الإبل التي لا يملكها مالكة، ويحب دائما الاستطلاع باكتشاف الأشياء الحديثة والجديدة والمميزة بانطلاقاته ليتقدم معير مع المركز الخامس باحثا عن جديد الانطلاقات، باحثا عن جديد المسيرة بالمقدمة ليستجد اللقاء مع هذا الشعار الأدعم الحاضر بانطلاقاته مع تحدياته برفقة المشاقب محمد بن خالد العطية، محمد المشاقب من قدم لنا الأسماء المميزة في هذا المساء ليقدم لنا هذا الشعار مع ختام النداء الأول. هذه هي الأسماء مشاهدين الكرام، هذه هي الانطلاقات للأسماء والمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، لكنني أرى أسماء قادمة، أسماء آتية بهذه المسيرة ما زلنا نترقبها في الوقت المناسب من مسيرة هذا الشوط. نعود نحو البداية لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط، لنتابع معكم مسيرة البداية، مسيرة المقدمة، مسيرة الصدارة، المركز الأول. أتابع معكم العساس على أول المراكز. على المركز الأول العساس تعود الملكية الهجن الغرافة، هجن الغرافة تقدم لنا جديدها بالتحديات، جديدها بالانطلاقات، جديدها بالحضور المميز مع المركز الأول، مع اندفاع العساس بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي، من يتابع هذا الشعار بانطلاقاته بتحدياته بمسيرته. الله يا العساس، العساس ما زال هو المسيطر، هو المسيطر على البداية، ما زال يجلب الحماس بمسيرته مع المركز الأول ومع الصدارة والبداية. المركز الثاني الخادم برزان الحاضر بتحدياته على المركز الثاني لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر الثاني بمتابعة حسن بن محمد الصعاق، من يقدم لنا برزان على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع معكم مسموح الغادم والحامل للواء هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، من يتابع بعملية التضمير. المركز الرابع من الجانب الأيمن نتابع معكم علقم، تعود الملكية لحجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية المشاقب مع المركز الثالث والرابع والخامس، ليقدم لنا خامسا تقدم معير لحجن الشحانية بمتابعة المشاقب محمد بن خالد العطية. سيل جارث من الأسماء المدهوشي لا تناظر الخلف، سر مسار المركز الأول وناظر إلى الناموس، ناظر إلى الناموس وراقب التحديات مع البداية، فالأسماء قادمة، الأسماء حاضرة بالانطلاقات، حاضرة بالمسيرة، حاضرة بالتحديات. الله يا حجن الشحانية، تقدم لنا أكثر من اسم خلف المركزين الأول والثاني، لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى المقدمة، لنعود إلى العساس، العساس على المركز الأول، العساس مع البداية والصدارة ومع الانطلاق الجميل، يحمل لنا شعار هجن الغرافة وشعاره الحاضر بتحدياته، الحاضر بألوانه الزاحية لون السماء والشمس، يحضر هذا الشعار مع انطلاقة المركز الأول بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي، من يضمر العساس، من يضمر ولايف، من يضمر أيضا حتان، ليقدم لنا تحديات العساس على المركز الأول على المقدمة. هو الأقرب لاختطاف ناموس هذا الشوط، هو الأقرب لاختطاف المركز الأول لأنه على المركز الأول متربعا بشعار
شعاره متربعا بهذا الشعار المميز مؤازرا بتحديات الجماهير من يرافقونه ويقدمونه مع انطلاقة البداية ومع المركز الأول المركز الثاني القادم برزان برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي الثاني بمتابعة الصعاق حسن بن محمد المركز الثالث الله يا معير 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 بدأ بالاستطلاع بدأ بالاكتشاف للمراكز المتقدمة ليعير من موقعه إلى موقع المركز الأول معير مع المركز الثالث هجن الشحانية من تمتلك معير محمد بن خالد العطية من دفع بمعير مع المركز الثالث المركز الرابع علقم القادم مع المركز الرابع هجن الشحانية المركز الخامس يتقدم مسموح يحمل لنا شعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية لكن العودة إلى المركز الأول العودة إلى البداية إلى الصدارة إلى الانطلاق إلى الإثارة مع العساس 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 على المركز الأول الله يا الغرافة هجن الغرافة هجن الغرافة جماهير الغرافة ما زالوا يترقبون الناموس مع انطلاقة البداية النقطة الثالثة بطريقها لهذا الشعار بطريقها نحو اختطاف المركز الأول مع حامل الرقم ثلاثة حامل الرقم ثلاثة كأنه يؤكد بتسجيل النقطة الثالثة لكن برزان اتحرك برزان برزان القادم الله يا برزان شعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي الثاني قادم قادم مع انطلاقة المركز الثاني العساس برزان برزان العساس المنافسة الحماس الحزام الأخضر الحزام الأخضر لمن الثبوت ولمن العبور برزان يود أن يعبر بالمركز الأول لكن العساس العساس ما زال ثابت ثابت ثبات الجبال السود مع تحديات البداية برزان العساس العساس برزان اللحظات الحاسمة اللحظات النهائية هجن الغرافة النقطة الثالثة النقطة الثالثة لكن برزان برزان يبحث عن الناموس يبحث عن التتويج الله يا برزان العساس العساس برزان 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 يبدأ بالعبور يبدأ بالانطلاق نحو اختطاف المركز الأول مع الصدارة برزان مع المركز الأول برزان عاد العساس عاد العساس لكن خلاص الثاني والتبريكات نزف ولسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي الثاني وللمضمر حسن بن محمد الصعاق حسن الصنع يا حسن من اختطف ناموس هذا الشوط الثاني والتبريكات على هذا الفوز المستحق المركز الثاني وصل عساس الجغراف المركز الثالث وصل منصف لهجة الشحانية مركز الرابع كان الوصول من قبل علقم لهجة الشحانية خامسا كان الوصول من قبل معير لهجن الشحانية مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا المنافسة والتحديات وكان الفوز حليفا لبرزان من بارز الأسماء وكان هو المتوج والخاطف لناموس هذا الشوط هذه الحوصول برزان لخط النهاية 13 دقيقة 13 ثانية 71 جزء من الثانية الثاني التفكير كان الزفوة لأحمد بن لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي الثاني وللمضمر حسن بن محمد الصعاق من تابع هذا الشعار مركز الثاني العساس 44 جزء 15 ثانية 13 دقيقة الثاني التفكير هجاء غرافة والتهنية لسامر أو سالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز المستحق المركز الثالث كان الوصول من غير منصف 56 جزء 15 ثانية 13 دقيقة التهاني التبريكات نزفها لهجن الشحانية والتهاني محمد بن خالد العطية.